خشي. صباح الخير. صباح النور. حضرتك مدام إخلاص؟ لا مش أنا. أمال فين مدام إخلاص؟ موجودة دقيقة واحدة. ست إخلاص، حضرتك يا فندم، يعني لو سمحتي بدون تكليف، يعني حضرتك مدام إخلاص؟ أيوة. أنا في حاجة؟ في الحقيقة إحنا جايين نكلم حضرتك في موضوع مهم قوي. موضوع إيه؟ مش عارف أنتوا مين الأول؟ أيوة، ما أنا هقول لحضرتك أهو، بس يعني عايزين نتكلم على انفراد. تفضل. خشي خشي. أقدر أعرف بقى مين حضرتك؟ أنا مش مهم خالص يا مدام، المهم إن أنا أعرف حضرتك بالست الغلبانة دي. المدام اسمها أزهار، مرات صلاح بيه جوزك. مرات صلاح؟ عدم المؤاخذة، هو خبر بارد شوية، إنما أنا قلت أبداً مش ممكن أسيبه، لازم أوعي الناس اللي هو بيضحك عليهم. مش كفاية ضحك على الست الغلبانة دي، أسيبه كمان يضحك على بنات الناس الكومز؟ طب اقعد ارتاح. عدم المؤاخذة، احنا مش ضيوف يا مدام، احنا جايين نتكلم في موضوع مهم ونمشي. هو متجوزك من امتى؟ من زمان، قبل ما يدخل السجن اخر مرة. ياه، يظهر ان حضرتك ما عندكيش فكرة عن صلاح بيه خالص. لازم غشها زي ما غشني، كتب كتابه عليا واتجوزنا في شقة مفروشة، وبعد ما حد اللي ورايا واللي قدامي فص ملح وداب. يمكن قصدكم على حد تاني؟ يا مدام احنا هنتوع على بالصلح، تعيش لت عمر، مش كده ولا ايه؟ وديني قدامك متعلقة، لا انا عازبة ولا متجوزة، سابني ولا على بالي. طب ما حاولتيش الاتصال بيه ليه؟ تتصل بمين يا مدام؟ صلاح بيه ده زي الزئبق، تعلم محدش يقدر يمسكه حتى لو كان جوه الجحر بتاعه. يلا بينا يا مغلوان، الست هاني باين عليها مش مصدقاني. حقها أزهار، حقها تتشكك، ناس لا هي تعرفهم ولا هم يعرفوها، وجايين يقولوا كلام جامد قوي في حق صلاح بيه، لازم تتشكك. وعشان نقضي على الشك ده تقومي تطلعي المستندات اللي معاكي. قال يا مدام، ادي قسمه الجواز، وادي عقد ايجار الشقه المفروشه، وادي عقد ايجار الشقه المفروشه، وادي قايمه العفش. انا شاهد يا فندم. استغراب يا مدام، حكم صلاح بيه ده يبان ان هو طيب وعلى نياته، انما هو العبان كبير، يدخل على الناس بالضحكة الحلوة والكلام اللي مدهون عسل، وهوب يضرب ضربته ويطلع بالغالي والتقيل وفص ملح وداب. في كل بلد له اسم غير الاسم، من اسكندرية لبني سويف، وكمان فاتح مكتب استيراد وتصدير، والمكتب ده ميس ميس، كم موظف على كم سكرتيرة عشان يكمل بقية النصبة. خلي بالك منه يا مدام، اوعي تسلمي فلوسك في ايديه، حاكم النوع ده اول ما يتمكن يغدر. يا أزهار يا أزهار، الرجالة اما يتجوزوا يا اما يطلقوا، الدور والباقي عليا يا مدام، واكل مني 10,000 جنيه اطالبه بيهم يعمل لي ودن من طين ودن من عجين، وانا ممكن اعمل له فضائح كتيره قوي وكبيره قوي، وخصوصا انه مناسب ناس ذو حيثيه زي حضرتك. انما هانم، انا ابن ناس، مش ممكن اعمل فضائح في العائلات المحترمه. انا متشكره قوي يا استاذ. محسوبك الاستاذ مغلواني. احنا جينا نقول لحضرتك علشان تاخدي احتياطاتك في الموضوع، وكمان تتصرفي لنا في الكام الف دول، حكي المسألة مزنقة قوي معايا اليومين دول. الحقيقة أنا ظروفي مش مناسبة لوجودك، ما هتكمش على المبلغ زي ده دلوقتي. أنا مفيش فرق يا هانم، مفيش فرق ولا يهمك، أنا معاك، استنى يوم اتنين جمعة، بس مش أكتر من جمعة، أصل أنا إن شاء الله مسافر بلاد برة.
انا تحت امرك، بس ارجوك مفيش داعي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده. ودي تيجي يا مدام، احنا جينا بس نقول لحضرتك عشان تاخدي احتياطاتك. اما بالنسبه للست الغلبانه دي، فهي كل اللي محتاجاه قرشين بس تمشي بيهم حالها على ما ربنا يفرجها. وبلاش صلاح بيه يا مدام يعرف بالزياره دي، اصله بني ادم شراني ومؤذي، مش كده يا مغلواني؟ ايوه مدام ايوه، احنا ما دخلناش الا لما شفناه وهو خارج. اصل يا مدام صلاح بيه ده مش رد سجون وبس ولا نصاب وبس، لا يا هانم ده مجنون. عشان الفلوس ممكن يتجنن ويعمل لي عاهة، وانا مش ناقص، انا رسمالي شكل يا مدام. انا متشكرة قوي كتر خيركم. طيب صح، نستأذن احنا بقى. احنا يا اختي ولايا زي بعض، اخلصي منه قبل ما يغدر بيكي زي ما عمل معايا. انا نصحتك وانتي حرة، قلبي معاكي يا حبيبتي. ان شاء الله يوم الجمعة هتصل بحضرتك بالتليفون علشان تجهزي لي المبلغ. عن اذن حضرتك. اسكتي يا عبيطة، دي أول كوباية مية من الحنفية اللي فتحناها على الآخر. قصدك إن إحنا هنزورها تاني؟ تاني وتالت ورابع، لغاية لما آخد حق كل يوم قضيته في السجن. وافرد قالت لصلاح؟ ما تقوله، أهم حاجة إن إحنا اكتشفنا إنها بتخاف من الفضيحة، حتى لو طلبت الطلاق من صلاح. ده كنز، كنز واتفتح. يلا بينا، يلا. بقول لك كان عندك ضيوف؟ دول قرايب ماما كانوا جايين يطمنوا علينا. طيب انا رايحه الشركه. مين دول يا اخلاص؟ وليه قلتي عليهم قرايب والدتك الله يرحمها؟ وانت مالك؟ مالك انت يا زينب؟ تاني صلاح يا بابا؟ ده انسان غير عادي، انا عمري ما شفت كده. عمل ايه بس؟ بعت له النهارده عقود العملاء بصفته مدير التسويق عشان يعتمدها قبل ما ندخلها الحسابات، رفض يعتمدها. الله، طب وعمل كده ليه؟ انا عارف بقى. طب حضرتك ليه ما بعتش جبته مكتبك وسالته؟ صحيح هو جوز اخت نادر، لكن هنا هو موظف في الشركه وبيقبض مرتب. نجوى، انا مش ممكن هقدر اتعامل مع اللي اسمه صلاح ده ابدا. ده انسان مناور وكلامه بيحمل 100 معنى. خلاص يا بابا، انا هعرف اتفاهم معاه ازاي. صدقني يا باشا ما ينفعش. حضرتك عارف الخشب الحبايب يشحم السوق. حاضر يا باشا، تحت امرك. تحت امرك يا باشا، هعد عليك نشرب القهوه ونتفق. مع السلامه. واقفه بعيد ليه يا مدام نجوى؟ ما تتفضلي. اقدر اعرف مش عايز تعتمد العقود دي ليه؟ حق يا مدام، الاسعار اللي موجوده في العقود دي اقل بكتير من اسعار السوق، وانا مهمتي كمدير تسويق أراقب الأسعار. بس ده السعر اللي التجار اشتروا بيه ووردوا المبالغ دي للخزنة بتاعت الشركة. ومش جايز يا مدام، السعر اللي مكتوب في العقود حاجة واللي التجار اتفقوا عليه حاجة تانية. يعني زي ما تقولي كده ممكن يكون في فلوس براني. لا 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 لا، من فضلك كلمني بلغة أقدر أفهمها، بلاش لغة السوق بتاعتك دي. هو حضرتك مش فاهماني؟ لا. طيب افهمك، حكيم، انا مشكلتي ان ربنا خلقني عشان افهم الناس. العقود دي شيء والاتفاق شيء تاني، يعني الفرق دخل جيب اللي اتفق مع التجار. يعني مثلا هديكي مثلا، الاتفاق يبقى ب10 والعقد يتكتب ب7، اللي اتفق بقى ياخد قرشين
والتاجر بيمضي على كده لانه مستفيد هو واللي اتفق معاه. قصدك ان في سرقه؟ جايز. هنسرق نفسنا يا صلاح بيه؟ دي بقى انا بقى اللي مش فاهمها. دي بقى افهمها لك. اصل اتفق مع التجار دول نادر بنفسه. ده كلام تاني بقى. هتعتمد العقود؟ لا. هما ناوي على ايه؟ هيرجع كلنا لصاحب المال. طب ما احنا اصحاب المال. لا لا يا مدام نجوى عبد العظيم، صاحب المال عايش وحسه في الدنيا، احنا مجرد ناس غريب بيه مستأمنهم على فلوسه. وبعدين ما تخافيش، هو هيبص بصه كده في العقود ويقول كلمته، واللي يؤمر بيه انا تحت امره. ولا كلامي غلط؟ خليك بره الموضوع ده احسن. ده تهديد بقى يا مدام. لا 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 لا، بالعكس، ده انا قلبي عليك. عايزك توفر وقتك بعيد عن الشركه دي. انت مش قد اللي جاي يا صلاح. اسمع نصيحتي. كتر الف خيرك. بس يا خساره، انا مش هقدر اعمل بالنصيحه الغاليه بتاعتك دي لتلات اسباب. اولا حق مراتي، ثانيا انا هنا بامر صاحب المال ومقدرش اقوله عن اذنك انا مش معاكم، ثالثا بقى وده الاهم، حضرتك قلتيلي انت مش قد اللي جاي. انا بقى ما تخافيش عليا، وبقولك انا قد اللي جاي واللي فات كمان. اعتمد العقود يا صلاح. تحت امرك يا عمي. بس يعني. بس ايه؟ بس حضرتك يا عمي عودتني ان الكلام لما يبقى في الشغل او الفلوس لازم نبعد العواطف. انت قصدك ايه؟ قصدي يعني لو الفلوس الفرق اللي ما بين الاتفاق مع التجار واللي مكتوب في العقود بيدخل جيب نادر كان يبقى مفيش مشكلة في بيتها يعني، انما للاسف بيدخل في حساب نجوى. وحضرتك عارف ان نادر بيثق جدا في نجوى لانها مراته وهي. انا فاهم قصدك يا صلاح. نادر ما بيقدرش يرفض لها طلب ابدا، وهي شخصيا بتلعب على الوتر الحساس ده، بتستغل عجزه. انما في الحقيقه انا محتاج له. طب وبعدين يا عمي، هنسكت على كده؟ قصدي حضرتك هتسكت على كده؟ لو استمر الوضع بالشكل ده الشركة هتدخل في خسارة. ما تخافش على الشركة يا صلاح، انا السوق علمني ازاي اعمل القرش وازاي احافظ عليه. احنا بنشتغل يا ابني في السوق القرش فيه هو كل حاجة، وللأسف القرش اللي داخل لي كل اللي حواليا بيسهوني وعاوزين ياخدوا منه حاجة. عشان كده انا اتعلمت اسد الابقاء اللي حواليا. حضرتك ناوي تعمل ايه؟ انا ان شاء الله هكلم المحامي عشان يلغي التوكيل اللي انا عملته لنادر. بتهيألي مش كفاية. فعلا مش كفاية. حضرتك ناوي تعمل ترتيب مخصوص؟ ان شاء الله. تصبح على خير يا عمي. وانت من اهله. ايه يا خلاص؟ انت خافة النور كده ليه؟ لا سيبه، كفاية نور الاباجور. ايه في حاجة يا خلاص؟ أنا تعبان شوية. طيب براحتك. أنت كنت فين يا صلاح؟ احنا مش قلنا نبطل السؤال البايخ ده؟ معلش جاوب على السؤال البايخ المرة دي كمان. كنت في الشركة. أنت مش ملاحظ إنك بتروح الشركة اليومين دول كتير قوي؟ فيها إيه يعني؟ يعني سايب المكتب وسايب شغلك وقاعد هناك على طول.
كل شغل حبيبتي المكتب ولا الشركة ده. المكتب فيه ناس كتير يعني، لو حصل اي حاجة هيتصلوا بيا. انما انتي اول مرة تسأليني عن شغلي في المكتب. عايزة اطمن على مستقبلي. هو مستقبلك في المكتب؟ ربنا يخليلك عم غريب تتمتعي بعزه. عندك حق. بعدين قلتلي مستقبلك لا في المكتب ولا غيره، مستقبلك معايا انا جنبي يا حبيبتي. لما حبنا يبقى مضلل علينا كده ايه مالك؟ مالك يا اخلاص في ايه؟ كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني قوي. سك ما حسساني ان انا رخم. لا انت مش رخم، انا اللي تعبان. يعني حاسه بايه؟ حاسه زي ما اكون حاجه طابقه على نفسي، حد خانقني. يكونش نجوى عملت حركه من حركاتها زعلتك؟ مرات اخويا ملهاش دعوه بحاجه، هي كل تفكيرها في الشركه زي حالتك كده بالظبط. مش ملاحظه ندم كتير قوي النهارده؟ معلش استحى. طب تكونش حطت اسفين بينا برضو؟ اطمن. اطمن خلاص. انت متغيره من ناحيتي، في ايه؟ اتغير من ناحيتك ليه؟ وانت عملت حاجه لا سمح الله؟ انا الحمد لله ماشي جنب الحيط، وزي ما انت شايفه مربوط رسائل شغل ليل ونهار. الله يعينك قلبي. عندك احضر لك العشاء ولا نازل برضو؟ انا فعلا نازل، عازم بعض رجال الاعمال على العشاء عشان نخلص الشغل على رواقه. عموما انا مش هتاخر يعني، لو حبيتي تستنيني لما ارجع هحاول ان انا اجيبها. لا لا لا، انت خليك على راحتك وانا خليني على راحتي. انا نازل. مع السلامة. الله يسلمك. صباح النور. ازيك يا زينب يا بنتي؟ ازيك يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا، ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مين يا صالح؟ تعالي يا عديله، سيبي اللي في ايدك وتعالي. دي زينب جت يا حبيبتي يا بنتي. ازيك يا دونج؟ تسلموا وتعشي يا زينب. اتفضلي اتفضلي. الله، امال فين ولادك؟ راحوا يتفسحوا مع عمهم وانا قلت اجي اطل عليكم. فيك الخير يا زينب يا بنتي، طول عمرك سباقه. ما انت ما بتسالش عليا، قلت انا اسال عليك غصب عني يا بنتي. هو يا بنتي يقدر يخطي عندكم بعد اللي حصل من اللي اسمها نجوى دي؟ ليه يا طنط؟ ده برضو بيت عمي غريب. ما تزعليش من كلامي يا زينب يا بنتي، انا احب لما ادخل مكان ادخله بكرامتي مش في حمى حد. احنا كلنا ولاد تسعه يا زينب، واللي اسمها نجوى دي فاكره انها من طينه غير الطينه. معلش منها لله، ما بترتاحش لما تعمل خناقه مع اي حد. انا لو احكي لكم على اللي بتعمله معايا تستغربوا. بتتعامل معايا طنط زي ما اكون شغاله عندها. استغفر الله العظيم يا بنتي، ما تقوليش كده. قطع لسانها، ده انت ست البيت ده هو مفتوح الا بنفسك ولا معاملتها لولادي؟ حتى الايتام يا كبدي مش عتقاهم. وانتي ساكتة ليه يا زينب يا بنتي؟ هو انا قدها يا عم صالح. يعني ايه؟ عندها حق يا صالح، على الاقل زينب ما تعرفش شغل اللقم واللوع ده. زينب متربية ومتربية كويس، عمرها ما خرجت بره بيتها الا من بيت ابوها لبيت جوزها الله يرحمه. طب ما تكلمي جوزها يأدبها. نادر، هو نادر يقدر عليها؟ نادر بيكذب كل الناس ويصدقها هي. طب والدكتور ما يعرفش يكلمها ولا عيب؟ ده انت برضو مهما كنتي مرات الغالي الله يرحمه. الدكتور الله يكون في عونه مش فاضلنا، مشغول في مشاكله وفي شغله. انا لولا مرض عمي غريب وحاسه ان هو محتاج لي كنت سبت البيت ده من زمان. كلامك صح يا زينب، ذنبهم ايه الولاد دول انهم اتحرموا من ابوهم الله يرحمه؟ انت بتتعامل معاهم زي ما يكونوا ولاد الشغاله. إذا الواحد ما حطش جنبه على الحتة اللي تريحه يعيش طول عمره تعبان. يا بنتي انتي ليكي في البيت ده أكتر من اللي ليها وزيادة. نجوى فاكرين إن أنا طمعانة في البيت وفي الفلوس، مع إن ربنا اللي يعلم
مش عاوزة حاجة من الدنيا غير ان انا ربي ولادي. هاد اللي زرعه غريب بيه، عيلة مبنية على المصالح، اللي ليه مصلحة معاه يبقى اخويا وحبيبي، واللي ماليش مصلحة معاه يبقى عدوي وضدي. وهو عمي غريب يقدر على ايه دلوقتي يا عم صالح؟ غريب بيه يا بنتي يقدر على حاجات كتير، وهو الوحيد اللي يقدر يوقف كل واحد عند حده، هو الوحيد اللي يقدر يكسر السنان اللي بقت انياب والضوافر اللي بقت مخالب، لكن صحته مش مساعداه، علشان كده بيضرب الكل في بعضه وبيرضيك انت بكلمتين. عم صالح انت بقيت قاسي قوي على عمي غريب. الاسوأ في الحق مطلوبة يا بنتي، بأرملة ابنه اللي ساب تعليمه علشان يقف جنب ابوه في الشركة، واللي شال الشركة على اكتافه لحد ما وقع من طوله، بقى مراته تتعامل في البيت على انها يو. مش كده يا صالح. استغفر الله العظيم، انا اسف يا زينب يا بنتي، متزعليش مني، لكن الكلام ده كان كاتم على نفسي وكان نفسي اقوله من زمان. اسمعي يا زينب يا بنتي، لازم تعرفي انه بيتي مفتوح لك انت وولادك في اي وقت، وابوك الله يرحمه موصيني عليكي. واذا كانت اللي اسمها نجوى ديت فاكرة انها بتمسكك من ايدك اللي بتوجعك عشان ملكيش بيت، تبقى غلطانة. بيتك اهو يا زينب، واحنا اهلك. زمهاتك يا اختي على خدك، في ايه يا حبيبتي؟ مفيش يا زينب، لو كلمت بقى بهين نفسي بايديا كده برضو يا خلاص. ده انا اختك يا حبيبتي، ده انا سترك وغطاكي. اتجوزت نصاب يا زينب. انت بتقولي ايه؟ نصاب ومتجوز عليا كمان. صلاح متجوز عليكي ازاي؟ عارفه الاثنين اللي كانوا هنا وسالتيني عليهم وقلتهم ان دول قرايب ماما؟ دي مراته يا زينب، مراته دي مرات صلاح. فهموني على كل حاجه، قالوا لي كل حاجه. انا قلبي كان حاسس، سهروا بره البيت وغيابه عن المكتب كل يوم والتاني. تجوزني عشان فلوس يا زينب، لما بيحبنيش عشان فلوس غريبي مع عبد الهادي. مش قادره اصدق، صلاح دخل السجن قبل كده؟ مش مرة ولا اتنين، ده نصاب محترف. انا مش عارف اعمل ايه، دبريني يا زينب اعمل ايه؟ يا اختي التدابير لله يا اخلاص. ضحك عليا، خلاني عملت له توكيل. يا ريت على كده وبس كمان، ده انا كنت بطلب فلوس من بابا وقلت انا عايز اشتري حاجات ليا، وكان ياخد الفلوس يحطها في جيبه. يا زينب مش عارفه اعمل ايه. ازاي تعملي عامله زي دي يا اخلاص؟ عملت بقى، انا عملت وخلاص، عملت. هو تحقيق يا زينب بقى، عملت. مش وقت تقديم بقى يا زينب. طب يا اختي انتي عملتي وخلاص اللي كان كاين، ناويه تعملي ايه؟ هطلب الطلاق. امال انا عايش مع نصاب؟ والطلاق يعني اللي هيحل المشكله؟ هينبنا منه كرستنا وفضيحتنا وسيرتنا تبقى على كل لسان، والناس هتشاور علينا يا اخلاص. بصوا ادي اللي اتجوزته يا اخلاص، بصوا ادي اللي نصب عليها واخد منها فلوسها. طب اعمل ايه؟ انتي بتحبيه يا اخلاص من غير لف ولا دوران، بتحبيه، ومهما قالوا لك عنه، مهما قالوا برضو بتحبيه، مش كده؟ ما يستاهلوش. اهدي يا اخلاص، مادام بتحبيه تقدري تبتدي معاه يا اختي من اول وجديد. دوري على الانسان الطيب اللي جواه، طلعي منه الطيبه اللي جواه يا اخلاص، ابتدي معاه من اول وجديد. هو بيشتغل في الشركة وبيقبض منها مرتب كويس. افرضي انتي قلتي له عايزة اتطلق وهو رفض الطلاق، محاكم وقواضي وسيرتنا تبقى على كل لسان. طب ليه؟ ما دام انتي بتحبيه تقدري تعملي منه انسان طيب. وياما ياما ناس يا اختي سيرتهم كانت وحشة وربنا هداهم. عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري يا اخلاص، ما
تشمتيش يا اختي حد فينا، ما تخليش سيرتنا على كل لسان. مش عارفه اقول لك ايه يا زينب. ما تقوليش حاجه، دوري على النور اللي جوه جوزك يا اخلاص قبل ما ينطفي. انا مش منبه عليك ما تجيش هنا. حصل، بس انا قلت بقى في عقلي بالي جايز تكون فوقت يا صلاح بيه، وكمان تكون رسالتي وصلت. رساله ايه؟ الله، احنا هنلف وندور على بعض ولا ايه يا صلاح؟ الرساله اللي سبتها لك مع المدام. مدام؟ مدام مين؟ مدام صلاح بيه. هي ما بلغتكش بالزياره اللي انا عملتها للفيلا؟ رحت الاخلاص الفيلا؟ الله، غريبة قوي انها ما بلغتكش بالحوار اللي دار بيني وبينها وبين ازهار. فاكر ازهار صلاح بيه؟ اصل انا قلت في عقلي بالي لما اروح لمدام اخلاص جايز ما تصدقنيش، قلت اخد معايا اثبات، وطبعا ما فيش احسن من البيت ازهار. وطبعا طلبت منها فلوس. اعمل لك ايه؟ ما انت رفضت تدفع. طلبت منها، المدام كتر خيرها وعدتني بالدفع. بس اللي انا بستغرب له يا اخي انها ما بلغتكش بالموضوع ده. مغلواني. نعم يا سي صلاح. انت هتقوم تروح دلوقتي، ومش هتعتب هنا تاني ولا تخطي نواحي الفيلا، ولو حاولت مره تانيه تقرب مني او من بيتي انا هخرب بيتك، هاذيك. والظاهر انك انت اشتقت للسجن تاني، ولازم تكون عارف كويس قوي ان انا مش بتاع كلام. بره. حاضر يا صلاح بيه، انا خارج. بس اللي قبلنا قالوا الايام دول، يوم ليك ويوم عليك. بره. ما تعرفيش اخلاص قالت لي زينب ايه؟ ابدا يا ست هاني، اصل لما ست اخلاص طلعت من الجنينه ودمعتها على خدها طلعت على اوضتها على طول، وست زينب طلعت وراها. انا بقى خفت اسيب المطبخ عشان الاكل كان على النار، انما الظاهر يا ست هانم ان الست اخلاص وقع مع جوزها وقعه كبيره قوي. يمكن عشان كل يوم بيرجع لها وش الفجر. ما هو من يوم ما اتجوزوا هو على كده. لا يا هانم، دي الحكايه باين عليها اكبر من كده بكتير. قال يا خبر بفلوس. بكره يبقى ببلاش. سلم ايدك يا خلصتي انت وزينب. ان شاء الله تسلم. خلصت اكل يا صلاح؟ الحمد لله يا عمي. طب يلا يا ابني عشان نشرب القهوه في المكتب. يبقى تعالى يا نادر انت ورمزي عشان في موضوع مهم عاوزين نتكلم فيه. حاضر يا بابا. حاضر. يبقى تعالى يا اخلاص مع اخواتك، الموضوع يهمك برضه. حاضر يا بابا. حاضر يا عمي. طبعا اذنكم انا بس هشوف بابا عايز ايه. الولاد كانوا يا مرفت؟ كانوا من زمان مع اولاد زينب. انا راح اقعد مع بابا واخواتي. هتموت وتعرف في ايه؟ وهي مستعجله على ايه؟ بكره نادر يحكي لها كل اللي حصل وبالحرف. ربنا يهدي. يلا بينا. يلا اطلع العبوا فوق. يلا حبايب. محمد اطلع. خدوا محاريب واطلعوا فوق. بس ما تعملوش كده عشان جدي ما يندهلش. حاضر. يلا حبيب ماما. انت كمان. ايوه انت اللي بتلم اللعب في البيت ده، وانا اقول يا رب اللعب بتروح فين. خلي بالك منهم يا محمد. حاضر يا ماما. تشربي قهوه يا نجوى؟ شكرا. طول النهار في الشركه قهوه وشاي قهوه وشاي. الله يكون في العون. ميرسي. اجتماع غريب قوي فعلا ومفاجئ. ما انت عارفه عم يا نجوى. بقى بس الغريبه ان صلاح ما خرجش. يا سلام، وفيها ايه دي؟ يعني اصلا انا حسيت ان عمي عايز يقعد مع اولاده وبس. تزوليش بالك يا نجوى، ما فيش حاجه في البيت ده هنا بتستخبى. على رايك مفيش حاجة في البيت ده بتستخبى. كان نفسي إن رشاد الله يرحمه يبقى معانا.
لكن الحمد لله. اللهم الاعتراض. الله يرحمك. شوف يا أولاد، أعز حاجة عند الإنسان هم أولاده. يعني أنتوا بالنسبة لي أهم من الثروة، وأنا والحمد لله ربنا رزقني بالمال والبنون، ونفسي قبل ما أسيب الدنيا دي أشوف المال اللي تعبت على ما كونته يقربكم من بعض مش يفرقكم عن بعض. أنا ملاحظ إن المال ابتدى يلعب لعبته معاكم. المال ساعات يبقى مرض يمشي في الدم لحد ما يخش في القلب، والمال لما يخش القلب يطرد الحب والرحمة. يعني ممكن الأخ يخسر أخوه بسبب المال. معقول يا بابا؟ ومش معقول ليه يا نادر؟ تقدر تنكر ان المرض ده وصل ليك؟ انا؟ تقدر تنكر انك ابتديت تنسى ان انا لسه عايش، وان ليك اخوات لهم حق زي ما لك حق بالظبط؟ اسمح لي يا بابا، كلامك ده هو اللي... سمحت يا نادر، خلي بابا يكمل كلام. حاضر يا دكتور. ما حدش غريب قاعد بيننا يا نادر، ولما بقاش في صراحة بين الأهل هيبقى في صراحة بين مين؟ أنت بتتصرف باعتبارك المالك الوحيد لكل شيء، صح ولا لا؟ بابا ما تنساش حضرتك إن الشغل كله في أكتاف أنا. إذا كنت تعبان من الشغل يا نادر ممكن نعين لك مساعد، وكون إنك شايل الشركة على أكتافك أنا برضو كنت شايل الشركة وأنت كنت لسه في اللفة. الله يرحمه رشاد عمره ما اشتكى وانت داير من السينما للنادي. الله يرحمه رشاد عمره ما قال انا الكل في الكل. قصدك ايه يا اخلاص؟ اللي على راسه بقطع حد كلمك خلاص اصلا. خلاص يا اخلاص لو سمحتي. اتفضل حضرتك يا بابا كريم. الشكل اللي انتوا بتتعاملوا بيه مع بعض ده بقول لكم ان اول ما هقابل رب كريم انتوا هتولعوا بعض، وكل واحد فيكم هيقف للتاني، ويبقى اللي جمعته عشان اضمن لكم بيه مستقبلكم هو السبب اللي هيفرقكم عن بعض. حضرتك شايف ايه يا بابا؟ شايف اني اعمل اللي قدرنا عليه ربنا. اول حاجة يا نادر بكرة هيوصل لك اعلان بالغاء التوكيل اللي معاك. الغاء التوكيل؟ ليه يا بابا؟ لان التوكيل ده ممكن يغريك عشان تتصرف غلط وتخسر اختك مثلا واخوك ومرات المرحوم. انا؟ النفس أمارة بالسوء يا ابني. اوعى تفتكر ان انا بعمل كده عشان انا ما بحبكش، بالعكس انا بساعدك على نفسك. مش عاوز مثلا رمزي يجي في وقت من الاوقات ويقول لي اشمعنى انا ما تعمليش توكيل ولا اخلاص مثلا ولا جزء. دخل يا عمي انا يعني انا خليني اكمل كلامي. صلاح قلت يا نادر هقول ايه يا بابا بقى؟ حضرتك بتقول الاعلان هيوصلني بكره، يعني الموضوع خلاص انتهى. بكره هتفهم ان اللي عملته ده في صالحك. نيجي بقى للمهم. انا اتفقت مع المحامي علشان يعمل شركه تضمكم كلكم، وانا معاكم، كل واحد بنصيبه في شرع الله. شركه انا ونادر ورمزي واخلاص وزينب، ولما ابقى قابل رب كريم تبقوا توزعوا نصيبي عليكم. في الحقيقه عمي ده عين العقل، بالاسلوب ده الامور هتبقى واضحه وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. من فضلك يا استاذ صلاح خليك في نفسك. لكن عمي يهمه يسمع رايي، والا ما كانش خلاني احضر اجتماعكم. اسمح لي يا بابا، الاسلوب اللي حضرتك عايز تمشي بيه الشركة ده هو اللي هيسبب المشاكل، كل واحد يتدخل في الشغل شوية. ما حدش له عندك حاجة يا نادر، انت هيبقى لك حق الادارة لوحدك، وكل المطلوب منك انك تقدم كشف حساب في اخر السنة وتوزع عليهم الارباح. وعشان اوفر عليك المناقشة انا اخدت قرار نهائي، والمحامي بيشتغل في مشروع الشركة.
ودلوقتي بقى يا أولاد سيبوني مع نادر شوية. أمر اقعد. أهل زمان يا ابني قالوا حكمة عشتي طول عمري أعمل بيها، حكمة تخليك تحافظ على وضعك مع مراتك ووضعك مع أخواتك. الحكمة دي بتقول إيه؟ بتقول الولد مولود، يعني لو راح الولد ممكن يتولد غيره، والزوج موجود، يعني إن راحت الزوجة ولا الزوج غيرهم موجودين، لكن الأخ مفقود. يعني إيه؟ إن راح ما يرجعش تاني، ولا تقدرش تعمل أخ غيره. صح ولا لا؟ صح يا بابا. هي نجوى عملت حاجة غلط يا بابا. أنت اللي بتعمل الغلط يا نادر، وانا بقولك الكلام ده طبعا عشان ما فيش حد غيري ممكن يقوله لك، وهتسمعه مني من غير حساسيه. انت يا ابني ميال لمراتك على حساب اخواتك. انا يا بابا خليني اكمل كلامي يا ابني. انت جايز دلوقتي يا ابني فرحان برضا مراتك عليك عشان يعني ميلك ناحيتها، لكن هتدفع ثمن الرضا ده غالي، لأن اللي بتعمله ده هيخلي مراتك يجي عليها يوم وتقول لك أنا يا هما، وطبعا هتختارها هي. إنما لو كنت ماسك العصاية من النص، لا ميال هنا ولا ميال هناك، هتعيش مرتاح. مراتك تحبك وتحب إخواتك كمان، وإخواتك هيفضلوا يحبوك ويحبوا مراتك. انت يا نادر يا ابني كاتب كل قرش تحتكم عليه باسم مراتك، وده اكبر غلط، لان الامور كده هتخرج من ايدك واحده واحده. وجايز مراتك طبعا لما تحس بقوتها من ناحيه الفلوس تقول لك كلمه كده ولا كده، تزعلك تضغط عليك من الناحيه دي. انا يا بابا حضرتك يا بابا مش الاوضاع دي لازم تتغير يا نادر، ودلوقتي قبل ما يضيع أولها. حاضر حاضر. نيجي بقى لموضوع الخلفة تاني تاني يا بابا. الكلام اللي هقوله دلوقتي مش هعيده تاني. انت يا ابني في يوم من الأيام هيبقى لك ثروة كبيرة، ومن حقك يبقى لك اللي يورثك. أنا عارف إنك خايف لا يطلع العيب عندك. وماله يا نادر؟ ده رزق ونصيب من عند ربنا زي وزي المال تمام. بس هتعرف انك هتعيش من غير وريث وتعمل حسابك على كده. وانت طلع العيب عندها هي، يبقى قدامك حل من ثلاثة: يا اما تعالجها ان كان في علاج، يا اما لو ما فيش علاج بقى ترضى بالاسم والنصيب، يا اما تتجوز غيرها. عشان كده لازم تروح للدكتور على اساس الكشف ده تتصرف. انا لا يمكن اشوفك بتضر نفسك يا ابني بايدك واسكت، وكل كلمه قلتها لك يا ابني فكرت فيها بدل المره 10 مرات، وكل كلمه سمعتها مني هي مصلحتك. انا مش فاهم قصدك ايه يا خلاص. انت فاهم قصدي كويس يا صلاح. عشان خاطري اول ما بابا يبتدي الشغل الجديد في الشركه ابتدي معاه، ابتدي بدايه جديده خالص. انا عمري ما هسيبك، انا هقف جنبك لغايه ما نسيك القديم كله. خلاص انت بتتكلمي كلام غريب قوي النهارده. ارجوك يا صلاح اقفل المكتب، بيعه، بس اهم حاجه تركز في الشغل مع بابا. ارجوك
هبيع المكتب ازاي؟ دي مصالح ناس يا حبيبتي. مش جايز المكتب ده اذى، مش جايز هيخسرك حاجات كتير، هيخسرك الشركة ويخسرك مستقبلك ونفسك، ويمكن تخسرني انا كمان عشان خاطر. يا صلاح، الشغل مع بابا ده نعمة وجات لك لغاية عندك، هدية من عند ربنا ما ترفضهاش، بداية لشغل جديد يمكن ترضى فيه عن نفسك. طب قول التوكيل اللي انت عملته لي. توكيل ايه يا صلاح؟ يا صلاح انت جوزي، قبل التوكيل جوزي وبعد التوكيل جوزي، بضعفك وقوتك انت جوزي، بعيوبك وحسناتك انت جوزي. هو انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان انا عملت لك التوكيل ده عشان خايفه منك، عشان ضعيفه ومحتاجه لك؟ لا يا صلاح، انا عملت لك التوكيل عشان بحبك، عشان بثق فيك، عشان واثقه ومتاكده انك مش ممكن تخوني. يا صلاح، انا مراتك، عارف يعني ايه مراتك؟ يعني فرشتك وغطاك، عمري ما هاذيك، اوزنها كويس. انت صاحب القرار، يا اما نفضل مع بعض، يا اما كل واحد مننا يروح لحاله.